عايز اقول لكم انه كل الناس بتعاني من مشاكل اقتصادية، الغني والفقير، دي بقت سمة من سمات العصر اللي احنا فيه. انت مزنوق وهتفضل مزنوق لانك متكل على ذراع ومش هتفرج وهتتبارك الا لما هتتكل عليه تاني. انت بتتلفت حواليك وتقول يعني هتيجي البركة منين وهتيجي الفلوس منين، وانت ما تعرفش بقى طرق الله. وكان جوع في الارض وارسل الرب ايليا الى ارملة وقال لها تعالي بتعملي ايه؟ قالت له بلم شوية حطب عشان اعمل كعكة اكلها انا وابني ونموت، نموت من الجوع. قال خشي اعملي لي انا اولا كعكة واتي بها الي. شوف التحدي، ان هي ادته الاول ومن اقل قليل. لا اديني الاول، راح جابت له هو الاول. اما الرب امتحن الايمان، اديني وتثق ان انا هعولك اثق. قال لها هكذا يقول الرب ان كوز الزيت لا ينقص وكوار الدقيق لا يخضع، تاخذي منه ما يخلص الى اليوم الذي فيه يعطي الرب مطر على الارض. يا احبائي، يسوع المسيح هو امس واليوم والى الابد. مش لازم يكون هيبعت فلوس، هيبارك الدقيق وهيبارك الزيت. المساله مش كلها الزيت والدقيق، في مشاكل كتير في الحياه، مشاكل نفسيه، مشاكل انسانيه، مشاكل اجتماعيه، مشاكل عمليه بتضغط عليك اكتر من الاحتياج لزيت الدقيق. محتاجه القوه علويه ما بتتحلش، ما بيحصلش فيها معجزات، لانك مش متكل على الله. النقطه الثانيه هي انت عندك احتياجات، احتياجات جوهريه في حياتك، وانت بتصلي عشان الاحتياجات دي. ثم ان هذه الاحتياجات الجوهريه بتصلي عشانها وما بتحصلش، هناك عنصر اخر خطير ومهم غير عنصر عدم تتميم الوصيه. هذا العنصر هو انكم تطلبون ولستم تاخذون. الكتاب بيقول كده، بتطلبوا وما بتاخدوش ومش هتاخدوا. ليه؟ لأنكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في شهواتكم. مش بتطلب بارتماء الابن على أبوه. الإنسان اللي بيتحرك وراء شهوته وعايز يشغل ربنا بيقول يا رب اعمل لي ايه؟ اعمل لي شهوات قلبي. مش بيحط احتياجه قدام الرب وبيقول له انت شايف اللي تشوفه انت ما شوفوش انا، اللي تقدره انت ما قدروش انا، وانا مش عايز اخد غير من ايدك انت وفي الوقت اللي انت شايف وبالطريقة اللي انت شايف. من ايد العالم مش عايز، ما هو جه ابليس ورا رب يسوع جميع ممالك العالم في لحظة من الزمان وقال له اعطيك هذه كلها، قال له دي كلها لا تساوي شيئا، انا ما اخدش منك انت. وقال له اديك هذه كلها ان خرجت وسجدت ليه؟ قال له الرب الهك تسجد وإياه وحده تعب، أنا ما خدش من إيدك. الإبن الخاضع له بينتظر. خد بالك من حاجة مهمة، إن أنت عايز تصلي تدوس على الزراير، احتياجات عندك من وجهة نظرك كويس، مش هنناقش هي مداهي. أنت عايز تدوس على الزراير، الاحتياجات تيجي بكرة الصبح، ما جاتش بكرة الصبح ربنا ما استجابليش، ما بيعتنيش بيا، لكنك غير ملقى عليه وسايبه هو يدبر ويختار. ايه رايك بقى ان انت لو اللي انت بتصلي عشانه جالك هيفسدك هيضرك؟ وهتكتشف ده بعد ما تنمو روحيا وعمرك الروحي يتغير، هتكتشف ان تاخر الله في استجابه اشياء تعتقد انها حيويه كان انقاذا لك. وانت لما تكون ابن تبقى مسلم لله، هو عارف انت وفين وازاي، انت يديهولك وما يضركش ويبنيك ويبقى سبب بركه ليك. الله مش زي الانسان اللي يدي ابنه فلوس كتير، ما هو راجل غني كل ما بيقول عايز فلوس يا بابا يديله، يقول له يروح يجيب بيها مخدرات ويفسد. مين اللي افسده؟ ابوه، لانه بيديله فلوس غلط. الله مش كده، الله بيديك احتياجك وبغنى في الوقت المناسب وبالطريقه المناسبه. يا احبائي، ان احنا نعيش بهذا الشكل بلا اله هذا فقر كبير جدا. ارجو ان تعرف أن المسيح لم يدعونا لهذه الحياة، لكن المسيح دعانا الحياة بيغطيها الله، بيغطي جميع احتياجاتك النفسية العاطفية المادية، شغلك
أكلك شربك مشاكلك متعبك كل الأمور اللي فوق عقلك وفوق إمكانياتك هو عايز يغطيك فيها جميعا وعايز يشبع في الجذور نفسك عايز يغطي احتياجاتك. من فضلكم انتبهوا للمسيح عايز يعمله واختاروا انكم تبقوا مسيحيين لهم إله. جرب مرة واحدة انك تتكل عليه بالتضاع وخضوع وتاخد من ايده. اذا جربت مرة واحدة انك تتكل عليه وتمد ايدك ليه وتاخد منه ويسدد احتياجاتك ويغطي اعوازك ويشبع في الجذوب نفسك ويرعاك ويعتني بك هتعرف السكة. لما تعرف السكة هتعرف الطريق الى الامان. لما تعرف الطريق الى الامان هتعيش في امان. هتبقى مطمن متأكد يقدر ان يرعاك يقدر ان يعولك لا يهملك ولا يتركك. رب يعطينا ان احنا نختبر الحياة المحمولة بالله المتغطية بأب سماوي بيرعانا. رب يعطينا ان احنا بدل ما نطلب رغبات وشهوات انفسنا نطلب اولا ملكوت الله ونحط احتياجاتنا قدامه ونطرح عندنا الشهوات. كل اللي بتجري وراه بائد، كل اللي بتخانق عليه بائد، كل العمال تهري وجواك غليان وصراع عليه فاني. اختار غير الفاني لألا يصادفك الشرير يقول لك أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي فتخر وتسجد له ويعطيك ويعطيك ثم تخسر في النهاية الحياة الأبدية. ما هو في ناس كتير اغتنت من الرشوة واغتنت من السرقة قال له اديك بس سجد سجد له وعملوا ملايين اغتنوا غناء كبير جدا بس باعوا حاجة غالية قوي. كل العالم ده مش هيعوضها وكل اللي حققوه ده هيتركوه في لحظة لا يتوقعوها وهيكتشف حقيقة أنه هو الشقي والفقير والبائس وأعمى وعريان وأنه ما اغتناش ولا حاجة وأنه كان ينبغي أن يغتني بالحياة الأبدية وأنه اقتنى الفانيات ولم يأخذ معه شيء. المسيح يخلصنا ويحررنا من هذا كله كل مجد الأمل آمين.